وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الصلاة في كتابه مقرونة بالزكاة وغير مقرونة في أكثر من 80 موضعا، وهذا دليل على عظيم مكانتها عنده سبحانه وتعالى، ومما يدل على عظيم شأنها وعلو مكانها من دين الله أنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بعد أن عرج به إلى السماء فوق السماوات. وسائر شعائر الدين وشرائعه أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض.